إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. صباح مشرق بشمس الإيمان يملأ القلوب بمحبة ربنا يسوع المسيح. حضرة صاحب الغبطة والقداسة بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين والأردن والعربية الكلية الطوبة والجزيلة الاحترام كيريوس ثيوفيلوس الثالث. سيادة المطران أرستوخوس السكرتيرة العام للبطركية أورشليم الكلية الوقار، سيادة المطران يواكيم الكلية متروبوليت زامبيا الكلية الوقار، قدس الأرشمندريت ميليتيوس بصل رئيس دير يواكيم وحني بالقدس الجزيل الاحترام، قدس الأرشمندريت إبفيكيموس رئيس دير مارسابا الجزيل الاحترام، قدس الأرشمندريت فيلوثيوس الوكيل البطريركي لمطرانية بتلوموس عكا وسائر الجليل المحترم، قدس الأب داود سخنيني الراعي السابق لكنيسة القديس جوارجس في البقيع المرج المحترم، قدس الأب أثناس السلمان راعي كنيسة القديس جوارجس في البقيع المرج المحترم، الآباء الأجلاء حضرات المشايخ الأفاضل المحترمين مع حفظ الألقاب، حضرة رئيس مجلس البقيع المحلي الدكتور سويد المحترم، رؤساء وأعضاء المجالس الرعوية المحترمين، الحضور الكريم فردا مع حفظ الألقاب. أهلا وسهلا بحضوركم المحترم دليل محبتكم الفائقة واهتمامكم المميز وتقديركم الكبير. أيها الرب إلهنا، لقد جعلت سرورا في قلوبنا وابتهاجا وفرحا يدركاننا، فالذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. وها نحن نجتمع اليوم باسمك نبتهج وبعدلك نرتفع، وذلك لتدشين بناء كنيستنا الشامخة والتي تعكس روحانية الإنجيل والإيمان الصادق لأبناء رعية هذه البلدة الوادعة، حيث التأمت جهودهم الصادقة بالصلوات والإيمان وتعاونهم الوثيق ببركة الرب الذي يمطر بنعمه على عباده لتحقيق ما تاقوا إليه، بناء كنيسة تسهم في إيصال كلمة الله لرعيتها، كنيسة تجمع أعضاءها للصلاة وللقاء الدائم مع الله. هذه الرعية التي صدقت المحبة في الله فيها التي لله فيها لا باللسان بل بالعمل والحق، فاجتهد أعضاؤها عاملين وفي عطائهم مغدقين، مؤمنين أن القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. فلكم أهل بلدتي كل الاحترام والتقدير. سنوات عديدة خلت والعمل مستمر بعزيمة لا تنثني، والدعم ينبوع يروي ولا ينضب. فعملنا العملاق هذا بناء كنيستنا ما كان له ليرى النور لولا بمكرمة أصحاب الفضل، فالبطريركية جادت بسخاء وعطاؤها كان وافرا، ومنا لها عظيم الشكر والتقدير. ولمجلسنا المحلي قصد كبير في تحقيق ما وصلنا إليه اليوم، فبدعمه السخي استطعنا تذليل العديد من الصعاب، فمنا له جل احترامنا وتقديرنا. هذا وقد كثر الداعمون ماديا ومعنويا سرا وعلانية، ولساننا يعجز عن إيفائهم حقهم بالشكر والامتنان. حضرة صاحب الغبطة والقداسة بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين والأردن والعربية كيريوس تيوفيلوس الثالث الكلية الطوبة والجزيل الاحترام، سيادة المطران أرستارخوس السكرتير العام لبطركية أورشليم الكلية الوقار، سيادة المطران يواكيم متروبوليت زامبيا الكلية الوقار، الوفد المرافق لسيادة البطريرك من رهبان وشمامسة المحترمين، قدس الأرشمندريت فيلوثيوس الوكيل البطريركي لمطرانية بتليموس عكا الجزيل الاحترام،
قدس الأرشمندريت ميليتيوس بصل رئيس دير القديسين يواكيم محني في القدس الجزيل الاحترام، قدس الأرشمندريت إبذيكيموس رئيس دير مارسابا الجزيل الاحترام، الآباء الكهنة الأجلاء، الشيوخ الأفاضل، رجال الدين الحاضرين معنا من كل أطياف بلدنا الحبيب البقيعة على اختلاف تنوعهم وانتماءاتهم مع حفظ الألقاب. حضرة رئيس المجلس البقيعة المحلي دكتور سويد سويد المحترم وأعضاء المجلس المحترمين، رؤساء وأعضاء المجالس الرعوية من جليلنا الأغر جزيل الاحترام لكم، الضيوف الكرام مع حفظ الألقاب، أبناء بلدي الأعزاء وأبناء كنيسة الأحباء. يقول القديس الرسول يعقوب أخو الرب في رسالته: ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له عملا؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. لم أقرأ هذه الآيات يا سيدنا صدفة، بل قمت بتلاوتها لأقول لك إننا رأينا إيمانك ولمسنا محبتك لنا وأحسسنا بأبوتك الروحية من خلال أعمالك في قريتنا وفي كل مكان من ربوع أرضنا الحبيبة المقدسة. فالكنيسة بحاجة لرعاة يسهرون على الرعاية والتعليم والتقديس، وأنت نعم الراعي والمعلم والمقدس، وأنت ترعى شؤون الكرسي الأورشليمي على مثال راعي الرعاة وكخليفة للقديس يعقوب أخي الرب. نحن في البقيعة نحافظ على الوديعة المقدسة التي تسلمناها من آبائنا وأجدادنا الذين حافظوا على الإيمان القويم، ونعمل معا يدا بيد ككنيسة حية بمحبة متناهية، ونحافظ كذلك على رباطات الأخوة مع إخوتنا في القرية على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم. تجمعنا محبة الإنسان لأخيه الإنسان، ونرى في زيارتك اليوم لنا خير تعبير عن حبك لنا واهتمامك بنا. سيدي صاحب الغطة والحضور الكريم، لابد من سرد بسيط لتاريخ هذه الكنيسة حديثة العهد، والتي ابتدأ مشوارها في سنة 1993 للخلاص، حيث تم شراء قطعة الأرض بمجهود أبناء رعيتنا الأحبة. وفي سنة 1995 أسسنا جمعية لرعاية الكنيسة وباشرنا العمل وكان بناء القاعة. وقمنا في سنة 1997 بوضع حجر الأساس للكنيسة، وسنة 2005 بدأنا الصلاة بالكنيسة وكانت في حينها في أبسط حال. وفي سنة 2007 تكرم سيادتكم بأول زيارة للكنيسة وإقامة القداس الإلهي بها، وها نحن اليوم نقوم بتكريس وتدشين الكنيسة تحت الرعاية وتوجيهات غبطتكم الموقرة. وأخيرا لابد من كلمة شكر لكل من ساهم وساعد في إقامة هذا الصرح العظيم من أبناء الرعية وأبناء البلد، ممثلين بالمجلس المحلي المحترم برؤسائه السابقين ورئيسه الحالي، حيث كان لهم أياد بيضاء وطول باع في تشييد هذا المكان المقدس. كما أشكر جميع الذين تبرعوا بسخاء من خارج بلدنا مع حفظ الألقاب والأسماء. أما عن الذين شاركوا في إنجاح هذا اليوم المبارك فلهم جزيل الشكر والامتنان، وأخص بالذكر قدس الأرشمندريت فيلوسيوس الذي واكبنا خطوة بخطوة حتى هذه اللحظة. كما أشكر جوقة الجليل للترتيل البيزنطي التي أتحفتنا بأصواتها الشجية والتي لم تتأخر عن تلبية دعواتنا في كافة الاحتفالات. وكما أخص بالشكر قدس الأرشمندريت إيلاريون الرئيس الروحي لجبل الطور الذي اعتذر عن الحضور، والذي اهتم في هذه الأيام بترميم كنيستنا في البقيعة الأم
التي هي كنيسة آبائنا وأجدادنا. لا ننسى تعب ومحبة أعضاء لجنة إدارة الجمعية الغيورين على كنيستهم، والذين لولاهم لما صار الركب إلى ما وصل إليه. أقصد كذلك الأعضاء. أحببت بهاء بيتك يا رب، أدخل إلى بيتك وأسجد لهيكل قدسك. صاحب الغبطة، أصحاب السيادة، الآباء الأجلاء، الشيوخ الأفاضل، سعادة رئيس المجلس، رئيس وأعضاء لجنة الكنيسة مع حفظ الألقاب والأسماء، وممثلي المجالس الملية الأرثوذكسية، وأبناء رعيتي الحبيبة في هذه البلدة، الحضور الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه المناسبة العطرة التي تبهج وتسر قلوبنا بتدشين كنيسة القديس جوارجيوس الحديثة في بلدتنا العزيزة. ولا يسعدنا إلا أن نشكر غبطة البطريرك والآباء والمجلس المحلي ولجنة الكنيسة وأبناء الرعية وأهل البلد وكل الذين ساهموا بالتبرع ودعم تحقيق وإنجاز بناء هذا المشروع العظيم. أما أنا كراعي وخادم لهذه الكنيسة، أفتخر بانتمائي وخدمتي لها ولرعيتها وللمؤمنين التابعين لها. وإذ ننسى ولا ننسى أن نعايد غبطة البطريرك، بنقول له لسنين عديدة كل عام بخير. في هذا الأسبوع سكرت 11 سنة في تتويجه للكرسي أورشليم، نقول له كل عام تبقى ألف خير وكل سنة وانت سالم سيدنا، وإن شاء الله دائما تزورنا وتيجي عندنا هنا في هذا البلد العزيز. مع حفظ الألقاب والأسماء، أهل بلد الأعزاء، صباح الفرح والقدسية والجمال، صباح مليء بعبق البخور وهواء يرجع إيمانا ورجاء ومحبة. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. ضيفنا ضيف البقيع والجليل، إنه لشرف لقريتنا قدومك ومباركتك كنيستنا، وغمرتنا السعادة والغبطة باستقبال غبطتك والوفد المرافق. فصوت أجراس الكنائس في بلدي له وقع خاص ورنين مميز، فهو دائما يزرع فينا ويملأ نفوسنا قدسية وطاعة ورحمة. وكما قال بولس الرسول: أطلب إليكم أن الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. رب واحد، إيمان واحد، إله واحد، للكل الذي على الكل بالكل وفي الكل. في قرية الوديعة عاش آباؤنا وأجدادنا، الجار نصير لجاره، شربوا من عيون مائها، فكان الرباط المقدس بين دروزها ومسيحيها، فتحلقوا حول ينابيعها وتسامروا وتجادلوا وتناقشوا، فجمع بينهم المصير الواحد والعمل الواحد والهم الواحد. فكنا كقول بولس الرسول نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا. ضيفنا الكريم، تميزت بلدي في أعيادها وأحزانها وأفراحها، فلم يكن للعيد طائفة وللحزن أهل أو للفرح ناسي، فالعيد عيد الجميع والحزن يلم الكل والفرحة لجميع السكان. هذا ما نشأ عليه آباؤنا وأجدادنا، نقلوا لنا احترام الجيرة الحسنة والعلاقة المميزة، والتي يجب علينا بل فرض مقدس أن ننقل كل قيمنا وعاداتنا السامحة المتسامحة لأبنائنا وجيل المستقبل، حتى نسمو بمجتمعنا فيطيب لنا العيش فيه،
ويكبر أبناؤنا على حب الجار لجاره والأخ لأخيه. المحبة تأني وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحقد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل لفرح الحق. ونحتمل كل سيء ونرجو كل شيء ونصير على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعطف، وفي التعطف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. أهل بلدي، إن العيش المشترك والعلاقات الحسنة المتناغمة بين أبناء البلد الواحد هي السبيل الوحيد للرقي بقريتنا وأبنائها إلى الأمام. ففي هذه المرحلة بالذات، ونحن نرى القفزات النوعية والخطى الواسعة إلى الأمام، يحتم علينا توحيد القوى والأفكار والموارد لما فيه مصلحة بلدنا وسكان بلدنا. فالعالم يمر في مرحلة تضمحل فيه مكانة الأسرة، ونبتعد رويدا رويدا عن تراث الأجداد الجميل الناصع، والذي ميزه صفاء القلوب وانتشار المودة والمحبة التي طغت على تصرفاتنا وعلاقاتنا. فالرجوع إلى الله وكلمة الله ودين الله والتعاليم السامية هو الإطار الذي يجب أن يحوينا ويحتوينا، ويوجه خطانا في سبله السمحة المتسامحة نحو فردوس من العلاقات المبنية على جيرة حسنة واحترام متبادل. وعودا على بدء، أهلا وسهلا بضيفنا الكريم، أدامك الله وكللك بثوب العافية والصحة، آملين أن يعم السلام والهدوء شرقنا الكريم. يسبقون باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون. حضرة قدس البطرك المبجل، حضرات الضيوف الكرام، أهالي بلدنا الأعزاء، مع حفظ الألقاب للجميع. كما دخل يسوع إلى بيت المقدس ورفق فوق رأسه أغصان الزيتون وهتافات المؤمنين تشرح صدورهم بسمته ونظراته، هكذا كان دخولك قدس البطريرك المبجل إلى البقيعة، هذه القرية الوادعة التي سكنها أربع طوائف بالمحبة والتسامح والتآخي. والشاهد على ذلك عندما تعود بنا الذاكرة إلى سنين خلت، ونذكر قدوم سيدنا الشيخ أمين طريف رضي الله عنه، حيث يكون باستقباله كل طوائف البقيعة ويدخل بيوتها بكل فرح وسرور دون تمييز بين طائفة وأخرى. ونحن كطائفة معروفية نرحب بجناب قدس المحترم ورفاقه الميامين الحاملين أغصان الزيتون والسلام، والواثقين بالإيمان المترجم بقول السيد المسيح معه السلام: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمساكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. إن زيارتكم اليوم لقريتنا هي لنا محطة تاريخية مجيدة ستلهج بها الأجيال إلى زمن بعيد. فقدمتم أهلا ووطئتم سهلا في هذه القرية المقدسة، حللت كرارا في أرضها المباركة الكريمة وسفوحها الجميلة وجبالها العالية. نستقبلكم بكل عبارات الاستقبال وبكل ما تحوي من معان وكلمات، ونقول لكم على الرحب والسعة. وبمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، أنتهز الفرصة لأقدم خالص تحياتي ووافر التهاني إلى أبناء الشعب المسيحي، راجين من الله عز وجل أن يعيده عليكم وعلى الجميع بالخير والسلام. أهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه توكلت وبه استعين، صاحب السيادة والقداسة غبطة البطريرك الأورشليمي كيريوس فيلوثوس الثالث، عالي المقام والشان المحترم حفظه الله، أقرانية الروم الأرثوذكس الأباء المحترمين، كاهن الرعية وإدارة جمعية رعاية شؤون الطائفة المسيحية الأرثوذكسية، الشيوخ الأفاضل،
رئيس المجلس المحلي دكتور سويد سويد المحترم وأعضائي، الحضور الكريم، أبناء بلدي البقيعة المحترمين، حياكم الله وأسعدكم جميعا. الإخوة الكرام، إن لقاء الإخوة المحبين في هذه المناسبة المباركة السعيدة في تكريس كنيسة القديس جورجيوس الجديدة هو دليل واضح على حسن الحظ وتوافق الأفكار الدينية والاجتماعية، فاللقاء يوصل إلى المودة والتآخي والتفاهم في العيش المشترك، فأنتم إخوة في الدين ورفقاء على طريق الحق وهداة للآخرين ورسل للسلام، وقد تضاعفت فرحتنا في هذا القداس اليوم خاصة بقدوم صاحب الفضيلة والمرجعية الدينية المسيحية للروم الأرثوذكس غبطة البطريرك وأصحاب السيادة من المطارنة والأباء والكهنة المحترمين. إن هذا الاحتفال المقدس للكنيسة في بلدنا اليوم يعتبر حدثا تاريخيا دينيا في الحث على النهوض للصلوات وأعمال الخير والتقرب للرب سبحانه، لأن هذه الأماكن المقدسة تجمع قلوبنا لطلب المعبود فيها وخلاص نفوسنا من الخطيئة، والتي من خلالها يجب عليها أن تتحد بملكوت السماء المبري من البرص والضلال والعمى، كما قال تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ تخلق من الطين أي تقدر وتصور كهيئة الطير بإذن الآية، وتبري الأكمى والأبرص بإذني ولا يبريهما غيرك، وإذ تخرج الموتى وإذ تخرج الموتى من قبورهم فيصيرون أحياء بإذني الآية، وقال: من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وهو عليه السلام يسوع الذي جلس على جبل الزيتون، والسيد الذي تقدم إليه الحواريون الذين هم إخوته الأكرمون، وهو الراعي الصالح والذئب الخاطف الذي يخطف أولياه من أيدي الطغاة، وهو مستعد أن يبحث عن أهل الإيمان ويرشدهم مهما سلطة إبليس استولت عليهما ومهما وصلوا إليه من الضعف والتقصير من الذنوب والآثام. وهنا تقع علينا فريضة حفظ الإخوان، وهذا درس لنا لحتى نتعلم التواضع ومحبة الآخرين. وقال السيد المسيح عليه السلام: نفسي أبذل دون الغنم، يعني قدام الغنم، يعني إني أبذل نفسي في المصاعب والشدائد والرخاء قدام المؤمنين بالله الرعية الصالحة ليطيب قلبها في اتباعي ولا تخرج عن طاعتي وأمري. إذن فتشييد ودعم الأماكن المقدسة فرض علينا جميعا، وكم نحن فيها. أيها الرب المحب البشر، جدد بروحك الكلي قدسه نفوس المقيمين بإيمان عيد تجديد بيتك الشريف، وتعطف أيها المخلص علينا نحن الساجدين لك فيه متقبلا صلواتنا كذبيحة. هذا ما يقوله مرنم الكنيسة. أيها الإخوة المحبوبون بالمسيح، نشكر الثالوث القدوس الذي جمعنا بنعمة الروح القدس في هذا اليوم المبارك لتكريس وتدشين كنيسة القديس جورجيوس اللابس الظفر في قرية البقيعة. إن هذا العيد في هذا اليوم يوحد جميع أبناء هذه القرية، وذلك لأن اسم القديس جورجيوس العظيم في الشهداء الذي شيدت على اسمه هذه الكنيسة المقدسة يحظى بالتكريم من الجميع. إن القديس جورجيوس غني عن التعريف، فقد استشهد من أجل الحقيقة والمحبة والعدل، وهذا جلي للعيان من خلال تكريم ذكراه الطاهر في جميع العالم، وهو حامل كثير من المدن والبلدان. يعتبر القديس
جوارجيوس من أبرز قديسي الكنيسة وأقربهم إلى عواطف المؤمنين وأكثرهم شهرة وشيوعا في الإكرام الذي يقدمه له عامة الناس. يتسمى المؤمنون باسمه أكثر من أي اسم لقديس آخر، كما أن العديد من الكنائس والأديرة والمدن سميت باسمه واتخذته شفيعا لها. وليس هناك داع لأن نقول بأن تجديد العمل الصالح لا يتعلق فقط في الهيكل الحجري، ولكن بالأخص تجديد لهيكل أجسادنا، كما يقول القديس بولس الرسول: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ إن أقوال القديس بولس الرسول أيها الإخوة الأحباء تشير إلى أن هدف كرازة وتعليم إنجيل المسيح هو التقديس، أي خلاص الإنسان. والخلاص يعني شفاء الطبيعة البشرية من الضعف والمرض، وبالتالي تجاوزها الموت في المسيح إلهنا القائم من بين الأموات. إن بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية العريقة تفخر في المسيح لأنه من خلالها وفي هذه الأرض المقدسة في هذا العالم أجمع تشهد لحضور المسيح الحي وتحافظ على أن يبقى نور محبة القريب ومحبة الأعداء متوهج وغير منطفئ. حافظت البطريركية على مر التاريخ والعصور وفي أحلك الظروف وأصعب الأوقات على عملها الدؤوب وعلى عمل محبتها للبشر دوما. وها نحن اليوم نجني ثمرة التعاون بين البطريركية وبين رعيتنا المحبوبة هنا في البقيعة. إن هذا التواصل والتعاون الرائع والمستحق كل إعجاب وتقدير بين الراعي والرعية، والذي يحصل باسم راعي الخراف العظيم أي المسيح، يشكل القاعدة الأساسية لتعليم الرسل القديسين وخلفائهم أي رعاة الكنائس. وإن كنيستنا الأورشليمية تقدس التسامح والمحبة وترفعها شعارا في هذا العالم. قال السيد المسيح: لا يقدر أعمى أن يقود أعمى لأنهما سيسقطان كلاهما في الحفرة. ويقول الكتاب المقدس: إن المسيحية تقوم على